هل المادة دي تتكون؟ لا. لا. صح؟ ليه؟ قطعت السلسلة من البداية. هو ده اللي بيعمله الاكسبكتنت أو الهيدروكينوز كمادة فعالة. بيجي عند الإنزيم ده يقوم منعه. موقفه، معطله. لغي عمله. فما تتكونش الدايرة فما يتكونش الميلانين. لذلك هو أشهر مادة تافتي. بس أنا لما استخدمته صار يقشر. دي قصة تانية بقى. هو ما يعتبرش مقشر. هو دي وظيفته في الحياة. كون إن هو بقى قشرت ده قصة موضوع تاني. ده بقى نتيجة إن أنت أصلاً كنت مستعدة إن أي حاجة تجيلك تتقشر. المادة نفسها فركت معاكي فقشرت. يعني ليه اسباب تانية كتير. هل كنت بتستعملي معاه حاجة تانية؟ طب شفتي كنت بتستعملي معاه حاجة تانية. لكن هو لوحده كده الون بطوله لا مش مقشر. في حاجات تانية مقشرة. يعني انت مش عارف مين فيكم ذكر ايه؟ انت باين ذكرتي ايه؟ الدفرين اللي هو الادابيلين، ازيليك اسيد، البي اتش اي والدي والاي اتش اي. حد يسمع عن الاي اتش اي والبي اتش اي؟ الاها والبها. هذا احمر، هذا ايه؟ ايه اتش اي وبي اتش اي. طبعا انتوا بين تاخدوا كورس لازم تفهموا الحاجه بتتكلم عن ايه. مع ان الكورس ده مش كده، الكورس ده طب تجميل لا جراح، بس عشان تفهموا الجلد لازم تفهموا كل ده. يعني الكورس ده يتاخد في كورس تاني اللي هو الكوزم، بيسموه كوزموسيوتيكالز، اللي هو التجميل الكوزمتكس اللي هو التجميل السطحي الموضعي، وتفهموا المواد الفعاله بشرح ايه. بس طبعا وظيفتي يعني هنحقن مثلا عشان عالج تصبغات مش جرب، بس تفهموا يعني تصبغ. بس احيانا الدكتور استاذ الدكتور اللي يعني غير تجميلي بيعطي كريمات بيوصف. يعني انا مره رحت على دكتوره هيك يعني غير جراحيه بتوصف كريمات اذا في اكزيما، اذا في مثلا طبيبه هي طبعا يعني انه بتوصف للجلد مو بس مثلا ابر. هذا قصدي يعني انا فاهم بس انا يعني انا اقصد اقول انتوا مش مطالبين انتوا توصفوا. بس فرضا مثلا اجت مريضه وقالت لي وصفي لي يعني لما بعرف ما في انا عشان كده الافضل ان انا اوصلك المعلومه. وبرده كل واحد فيكم ممكن يستخدم ليزر فيما بعد، فتبقوا عارفين برده مشاكل الليزر التصبغ. ولو واحده جت اتحرقت بدون قصد مني هتعملي معاها ايه؟ فنرجع لموضوعنا الهيدروكينون. برضو دخلنا في حديث جانبية. انا عاوزكم تتكلموا بس مش عاوزين نتشتت عن لان انا مش هقولكم بتشتت. كل حاجه ماشيه في تسلسل، فعاوزين نحافظ على التسلسل ده. ارجوك. الهيدروكينون بيقوم داخل في الدوره دي معطل الشغل ده فما يتكونش الميلانين. لذلك هو من اشهر الادويه بتاعت التفتيح. اللي زيه او ابن عمه الفيتامين سي. فيتامين سي برضو يعتبر من المواد اللي بتستخدم في هذه السايكل. يمنع التصبغات؟ يمنع فيتامين سي بيفتح طبعا معروفه. طبعا والازيليك اسيد بيفتح. والاي اتش اي والبي اتش اي اللي مع الالفا هيدروكسي اسيد والبيتا هيدروكسي اسيد. الريتينويد والتيتينويد. الريتان. حد اسمع الريتان؟ الريتينويد؟ انا بعرف التريتينويد هشرحها. التريتينويد برضه من الاشياء اللي بتستخدم في عمليه التفتيح لانها من ضمن المقشرات. خدوا بالكم اي تقشير هيؤدي للتفتيح، هيعالج التصبغ. زي ما في لون ميلانين في البشره، في ميلانين كمان في الشعر. ميلانوما، اللهم احفظنا يا رب، ده يعتبر سرطان في الجلد. ان خلايا الميلانين كبرت بشكل غير عادي. بس خدوا بالكم الخلايا الطبيعيه بتكون مرصوصه كده. لما بتلاقوا صغر في حجم الخلايا بس صغر حميد طبيعي بنسميه اتروفي، شيء ضئيل. في ناس مخلوقه باتروفي. ياما شفت ناس جايه تحقن وشها
وعندها اتروفي في عظام الفك. يعني ايه اتروفي؟ خلايا عين في عظام الفك حجمها صغير، فبتلاقوا عظام الفك دي داخل لجوه ضمور، بنسميه اتروفي. وفي ناس عندهم ضمور في حاجات كتير، في ناس عندهم ضمور في اجهزه واعضاء في جسمهم وخلايا و... يعني حاجات كتير بنسميه اتروفي. اتروفي يعني ضمور. امال عكسه ايه بقى؟ عكسه هايبرتروفي، زياده حجم. هايبرتروفي. امال يعني ايه هايبربليجيا؟ زياده في العدد. هايبربليجيا اشهر هايبربليجيا موجوده في جسم الانسان عند الرجاله بناين بروستاتيك هايبربليجيا، تضخم البروستات. اسمها العلمي كده بناين يعني حميد، بروستاتيك اللي هي بروستاتا، هايبربليجيا الخلايا بتزيد في العدد. هو خلايا عملية البشرة؟ احنا بنتكلم عموما دلوقتي. الخلايا لما بتكبر في الحجم وبتكبر في العدد بيبقى اسمها ايه في الطب؟ لما عدد يزيد وعدد يقل بنسميه ميتابليجيا، لما بيحصل زياده بطريقه عشوائيه بنسميها ديسبليجيا. ودي مشاكل الميلانوما مش قصتنا. زي ما في تصبغ في ايه؟ كسل، بهار في تلايجو او بنسميه في تلجو. شو اسبابه؟ اسبابه كتير بس هي اسبابه حتى الان غير معروف. تخيلي عامل وراثي ليه دور، مش كله عامل وراثي، يعني كلمه يعني مش كله، يعني لا نلقي بالتهمه كاملا على عامل الوراثي، في عوامل اخرى مش هو السبب الوحيد. والا كان العلماء طلعوا قالوا هو السبب الوحيد وراثي. لا ما فيش يعني كله يعني يكون وراثي. يعني كله لما يكون وراثي، لكن اسبابه الثانيه ايه؟ غير عن نون. خدوا بالكم الامراض الجلديه معظمها حاجات عن في حاجات نون معروفه. يعني في حاجه عامه كله تمام.